يعطيك العافية. أنا اسمي ليمار قطيفان، سورية، أحد مشاركات البرنامج التدريبي الدعم النفسي من قبل ريست. هلأ واجهت كثير من الفرص والتحديات خلال هذا التدريب يلي هي ضغط، كان عندنا كثير كان ضغط نفسي خلال جائحة كورونا. من خلال عقد الورشات التدريبية عبر الانترنت، ما كنت الصراحة كثير متقبلة فكرة انه انا اتدرب عن طريق الانترنت او عن بعد، فكان هاي صعوبة بحد ذاتها. السبب الرئيسي بهذا انه انا عدم تقبلي لهذا الفكرة يلي هي انه تشويش الافكار، ما كان في تفاعل من قبل المتدربين، كمان ممكن كان يفصل النت في بعض الاحيان، هاي كمان انه مشكله كنا نواجهها. كمان من الاسباب كمان انه هي وسيله جديده ما سبق واكتشفناها قبل هيك او ما تدربنا عليها من قبل هيك. رجعنا للتعليم الوجاهي، كانت كمان ايضا صعوبات نواجهها اللي هي صعوبه المواصلات، لانه كثير كان من الطلاب يجوا من عده ارياف. ايضا كمان من المشكله اللي واجهناها اللي هي محدوديه المشاركه بسبب التباعد الاجتماعي. من عوامل نجاح هذا المشروع بالنسبه لي وبالنسبه لكثير من زملائي اللي هو ساعدنا في التغلب على الصعوبات النفسيه خلال جائحه كورونا. ايضا تم اكتساب الكثير من الخبرات المعنويه اللي ساهمت في تطوير شخصيتي وقدرتي على التفكير وخلق نشاطات حيويه ساعدتني على التغلب على كثير من المشاكل والضغوطات. كمان خلتني اعرف حقوقي كلاجئه سوريه مقيمه في الاردن. تعرفت على الاشياء القانونيه والصحيه والنفسيه والاسريه. بالاضافه الى ذلك زادت ثقتي بنفسي من خلال فتره التدريب. ساعدتني كمان انه التعرف على زملائي وزميلاتي. كمان كان في تواصل بيني وبين زملائي من خلال قيامي بمشاركة فرص ونشاطات تدريبية. هذا التدريب عكس على شخصيتي وعلى حياتي بشكل إيجابي، حيث أصبحت أشارك بأكثر من فرص تدريبية سواء كانت خارجية أو داخلية. أيضا كنت كثير أتواصل مع المدربين أو أشخاص مؤثرين إذا كان في عندي مشكلة بواجهها أو إذا كان عندي معلومة ناقصة، فكان كثير من المدربين يزودوني بهاي المعلومات، تكون معلومات دقيقة. كمان ساهم بأنه تطوير مسيرتي المهنية، يعني ضاف لي كثير من الخبرات والنشاطات. هذا التدريب كمان أضاف لي كثير شغلات اللي هي الاندماج بالمجتمع الأردني. تعرفت على كثير من الزملاء والزميلات خلال هذا التدريب، وكثير صرنا نتواصل مع بعض، نشتغل كثير على أفكار مع بعض، بس للأسف ما في أي جهة تتبنى هاي الأفكار. كمان أنه طور من ذاتي، خلاني أنه أكتشف ذاتي، خلاني أفكر بأكثر جدية كثير مواضيع كنت أنا متغيبة عنها بالواقع.